حين اقتربت من علمه شعرت بأنني أدنو من محراب معبد. تملكتني رغبة في المشي على أطراف أصابعي حتى لا أحدث صوتا يؤذي هدوء المكان. جميل. إنه زكي نصيف الملحن الإنسان الزاهد في الأضواء. لطالما استظل فيئ التواري واستمد من شعاع الخجل جلاء الطريق. لا يشخصن المجد بل يبتغي مجد الموسيقى. زكي نصيف عصر من الموسيقى، وهذه الندوة ما هي إلا محاولة للاقتراب من عالمه الفني في ذكراه والاستكشاف جانب من جوانب لغته الموسيقية التي تجمع بشكل مدهش بين البساطة والتعقيد والاستشراف الموسيقي. تتماهى فيها إلى حد بعيد ملامح شخصيته الفنية مع شخصيته الإنسانية الزاخرة بقيم الخير والبساطة والرهف. سنتحدث في هذه الندوة عن المحطات الأساسية في حياة هذا الفنان، عن الظروف الذاتية وعن الظروف الموضوعية التي ساهمت في رسم ملامحه الشخصية والإنسانية. سيشاركني في إلقاء هذه الندوة الكاتب الصحفي الأستاذ عباس الحاج أحمد والمهندسة سوسن ياسين عضو اللجنة الفنية في المنتدى الثقافي، كما سيلقي أستاذي الأستاذ نظام توما ابن مشغرة مدينتي ومدينة الراحل الكبير كلمة في حقه. تبخياً للدقة تمت الاستعانة بمقالات لكل من المؤرخ الموسيقي إلياس سحاب والناقدة الموسيقية سمر سلمان. المحطات محطاتي الثلاث التي طبعت شخصية زكي نصيف الفنية. احترف زكي نصيف الغناء الفن وتفرغ له العام 53 عندما كان في 37 من العمر، واستمر في العمل الفني قرابة 50 عاما لغاية رحيله عن دنيانا. بدأ زكي نصيف دراسته الموسيقية الجامعية قبل 17 عاما من ذلك التاريخ، واستحوذت الموسيقى على فكره ووجدانه قبل ذلك بكثير. نلاحظ في تلك الفترة الانتقالية من العشرينات إلى الأربعينات في لبنان ثلاث محطات رئيسية كان لها الدور الحيوي في رعاية مسار نصيف نحو الاحتراف على مستويات عدة، هي بحسب تسلسلها الزمني تعرفه إلى حبيب الشماس، انتسابه إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، لقاؤه بصبر الشريف الذي أسس لعصرة الخمسة فيما بعد، والآن مع المهندسة سوسن.